السلام عليكم. اليوم رانا متواجدين في مدينة عنابة أو ولاية عنابة، ونروح نشوف المدينة الجديدة واسمها بن مصطفى بن عودة. إذن نروح نشوف هذه المدينة الجديدة بن مصطفى بن عودة في ولاية عنابة أو في بلدية عنابة. نشوفوا المدينة الجديدة هذه، نروحوا نضربوا دورها نشوفوا التهيئة والحجم نتاعها، الحجم نتاع هذه المدينة الجديدة اللي اسمها مصطفى بن عودة، مدينة مصطفى بن عودة. إذا شدوا أحزمتكم، سننطلق في الرحلة إلى المدينة الجديدة نتاع مصطفى بن عودة في ولاية عنابة. هذه هي المدينة، المدخل تاع المدينة. إذا مرحبا بكم في المدينة الجديدة تاع مصطفى بن عودة اللي راهي قيد الأشغال بالقرب من مدينة عنابة، يعني حوالي 20-25 كيلومتر على مدينة عنابة. إذن هذه هي المدينة الجديدة مصطفى بن عودة في ولاية عنابة بالقرب من مدينة عنابة، هي مش بعيدة على مدينة عنابة. إذن عمارات عالية على شكلة المدن اللي نعرفوها في الجزائر، في كل مناطق الجزائر فهي نفس الشكل على شكلة مدينة علي منجلي، نفس الشيء. والأشجار هنا ما شفناش الأشجار، غير شو الأشجار صغيرة ما تنفعش، ما ينفعش الأشجار صغيرة. عندنا هنا فيه مشروع تاع مدينة جديدة ب ولاية عنابة أو مدينة بالقرب من مدينة عنابة. الأشجار لازم تكون كعالية، تكون كي غير سوية، تكون كبيرة شوية، على الأقل متر أو مترتين شيخ باش تقدر تشد تكبر شوية. إذن هذه هي المدينة الجديدة، نزيد نكتشف مع بعض مدينة مصطفى بن عودة بولاية عنابة. نزيد نروح نشوف منا. كبيرة ما شاء الله، كبيرة كبيرة، مدينة صح، مدينة جديدة صح. هذا هو الطراز نتاعنا، نحبو ولا نكرهو، عجبنا ولا ما عجبناش، هذا هو الطراز نتاعنا في الجزائر نتاع المدن الجديدة، هذا هو، نحبو ولا ما نحبوش هذا هو. القدر المحتوم. وهنا شوية تضاريس شوية عالية. إذن هذه هي
خلاص سافع عليا. هلا هي حل، هذا هو، هذا هو القماش. المدينة الجديدة هي المدينة، المدينة تاع مصطفى بن عودة، المدينة الجديدة في بالقرب من مدينة عنابة، يعني في بلدية عنابة أو في دائرة عنابة أو في ولاية عنابة. هذه هي المدينة الجديدة. Thank you.
يكتفي بهذا القدر. خليكم تابعوا متى بقى من الفيديو، والسلام عليكم. Thank you.